زراعتي ماتت بعد أن تركت في تربيتها ورعايتها. لا تحزني يا مروة، فسوف أعطيك قطعة من نفس هذا النبات كي تقومي بزراعتها مرة أخرى. أشكرك يا ندى. كل هذه النباتات أنت التي كنت بزراعتها؟ نعم، هل أعجبتك؟ نعم، إنها جميلة جدا. وماذا زرعت أيضا؟ زرعت الفل والياسمين والعطرشان وبعض نباتات الزينة، كما أقوم أنا وزملائي بزراعة الأراضي الصحراوية ونحولها إلى أراضي خضراء. ولماذا كل هذا التعب في استصلاح الأراضي الصحراوية؟ فأنا كمهندسة زراعية وزملائي اتفقنا أن نذهب إلى الأراضي الصحراوية ونحولها إلى أراضي زراعية حتى يحدث اكتفاء ذاتي لمصرنا الحبيبة من المنتجات الزراعية، والفائض تكون بتصديرها إلى الخارج فنحصل على العملات الأجنبية. فنحن نحب مصرنا كثيرا ونريد لها التقدم والرقي. شيء جميل. تعتبر موطنة لمعيشة بعض الكائنات الحية الدقيقة.
نعم، فالنبات مهم، فهو مصدر الغذاء للإنسان والحيوان. وبما تتكون التربة؟ سوف نقوم بعمل تجربة لمعرفة مكونات التربة. وما الأدوات التي سوف نحتاجها؟ مقبار وعينة من التربة وماء. وماذا سوف نفعل؟ نضع عينة التربة في المقبار، ثم نغلقه بإحكام ونرجه بقوة، ثم نضعه على المنضدة لمدة 15 دقيقة. انظري يا ندى، يوجد رمل في المقبار، ولكن فوق هذا تحت هذا الرمل يوجد حصى في كوع المقبار. ولكني لا أرى الحصى. هذا هو الحصى. حسن، فهناك فعلا حصى، ولكن ما الذي يوجد فوق جزيئات الرمل؟ إنه الغرير. أي تين، وفوق الغرير يوجد جزيئات صغيرة من التمر، ثم الماء، وفوقه الدبال. وما هو الدبال؟ الدبال هو بقايا الكائنات الحية التي تحللت واختلطت مع مكونات التربة. وهل هذا الدبال فائدة؟ نعم، فهو يزيد من خصوبة التربة الزراعية. ولكن أريد أن أعرف ما هو تعريف التربة. التربة هي الطبقة الرقيقة المفككة من القشرة الأرضية والتي ينمو فيها النباتات. وهل هناك عوامل تعمل على تفتيت التربة؟ نعم، فاندفاع المياه بقوة فوق الصخور يؤدي ذلك إلى تفتيتها، كما الرياح الشديدة، وأيضا بمرور الزمن وبزيادة درجات وبتغيير درجات الحرارة يزداد تفتيت الصخور، ويترسب ذلك الفتات مكون التربة. لقد سمعت أنه يوجد داخل التربة ديدان، فهل هذا صحيح؟ نعم، إنها ديدان الأرض، فهي لها أهمية كبيرة بالنسبة للنباتات. وما أهميتها؟ إنها تقوم بحفر أنفاق في التربة، فتسهل النمو وجذور النباتات في التربة تصل إلى المغذيات اللازمة لها، كما أن هذه الأنفاق تساعد على وصول الهواء والماء إلى التربة، وهذه الديدان أيضا تساهم في تكوين الدبال. إنني عرفت معلومات كثيرة عن النباتات، فهل أستطيع أن أشاركهم في استصلاح الأراضي الصحراوية؟ فأنا أحب مصر كثيراً وأريد لها التقدم والرقي. نعم تستطيعي، وسوف نعلمك كل شيء. شكراً يا ندى. نحن نحب مصر كثيراً، فهي التي في خاطري. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روح ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روح ودمي.